السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رحب فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات مساق تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتأليفها، ورح نستكمل ما بدأناه في المحاضرات الماضية في موضوع الفيديو كعنصر من عناصر المالتيميديا. في المحاضرات الماضية تعرفنا على تعريف الفيديو، كيفية تخزينه أو كيفية تسجيله، كيفية تخزينه بشيء من التفصيل، وتعرفنا على بعض المصطلحات الخاصة بعرض الفيديو والعناصر المؤثرة على جودة الفيديو. الأربع عناصر المؤثرة على جودة الفيديو كان آخرها هو الكوديك. إن شاء الله تعالى اليوم رح نحكي عن موضوع اللي هو العرض على الشاشات، How Video Displayed على CRT والLCD. كيف احنا بنعرض الفيديو على الشاشات، او كيف بيتم عرض الفيديو على الشاشات CRT القديمة والشاشات الLCD. طبعا احنا بالبداية ونتيجة التطور زي ما حكينا ممكن في بدايات المحاضرات، انه في البداية كان عندنا الفيديو عبارة عن شريط ميكانيكي بيتم عرضه واللي بيشاهده شخص واحد، لكن سريعا ما تطور هذا الامر انه وصلوا في تطوير عمليه عرض الفيديو لشاشات اللي بنسميها CRT، هي كاثود راي تيوب، او بسموها شاشات انبوب اشعه المهبط. طبعا عشان احنا نعرض، احنا بنعرف انه الفيديو مكون من صور، والصوره اساسها البكسل، بالتالي الديجيتال ايمج اللي هي العنصر المكون للفيديو is a binary digital representation of a two-dimensional pictorial data. يعني الصورة هي عبارة عن array two-dimensional، two يعني باتجاهين أو مصفوفة ذات بعدين، فيها مكونة من البكسلات اللي هي عبارة عن النقاط اللونية اللي بتكون الصورة. Digital images may have a raster or vector representation، وهذا الكلام برضو احنا وضحناه بشيء من التفصيل وعرفنا ايش الفرق بين الديجيتال بين الفيكتور وبين الراستر، او بين الفيكتور والبيت ماب. Raster images defined over a 2D grid of picture elements called pixels. يعني قلنا احنا ايامها انه الراستر هي عبارة او المكون الاساسي لها هو البكسل. أما البكسل نفسه اللي هو مكون للصورة الراستر is the basic item of a raster image and include intensity or color value. يعني البكسل اللي هو مكون للصورة اللي هي مكونة للفيديو، هذا البكسل هو عبارة عن العنصر الأساسي المكون للراستر إيمج، واللي هو بيحتوي على قيمة بتعكس كثافته أو الانتنسيتي تاعته أو بتعكس درجة اللون اللي مخزنة في هذا البكسل. وفي عندنا موجود صورة هنا، لو احنا أخذنا زوم أو قربنا أكثر على هذه الصورة راح ناخذ منها بكسلات في هذا النطاق. لو قربنا أكثر على البكسل حكينا أنه بيكون في عندي داخل هذا البكسل ثلاث ألوان اللي نتيجة خلطها بدرجات معينة أو إضاءتها بدرجات معينة بتحدث لي او بتظهر لي لون واحد في كل بكسل اللي هو بيظهر على الشاشه. طيب الان على الشاشه وعندنا صوره فيها الاف البكسلات او ملايين البكسلات، كيف بيتم عرضها على شاشات CRT؟ magnets around the picture tube aim the electrons especially obliquely onto the phosphor screen while the intensity of the beam is varied according to the video signal. هنا لو واحد فينا رجع لشاشة قديمة وفتحها، أو عند شخص بيعمل صيانة لهذه الشاشات القديمة والشغلة اللي كتير كانت تخرب، ونودي الجهاز أو الشاشة هذه اللي هو المصلح انه يصلح لنا اياها، كان عبارة عن اللمبة، يحكوا اللمبة تنحرق، اللي هو عبارة عن مصدر اضاءة موجود كبير موجود في الخلف. تمام، الشاشة من الامام، طبعا احنا بنعرف انه الشاشة هيك جاي بالطول بالشكل هذا، من الامام فيها الزجاجة هذه اللي بينعرض عليها، تمام، اللي بنسميها الفوسفور سكرين. تمام، وبعدين هذا كله عبارة عن انبوب،
أنبوب، أنبوب هيك بالشكل هذا، وفي نهايته مصدر الضوء اللي هو بياخذ الإشارات من جهاز الحاسوب اللي بده يتم عرضها على هذه الشاشة. فبشكل بسيط جدا بحكي لي إنه الأشعة هذه بتمشي وبتم توجيهها من خلال مغناطيسات، ماجنتس هنا بتكون موجودة في طريق هذا الإشعاع، وإيش بتعمل على حرفه أو على توجيهه للبكسل المعين اللي بينعرض على الشاشة فيه. يعني الآن هذا اللون بينعرض على هذه النقطة من الشاشة، المغناطيس هو اللي بيمسكه وبيوجهه. إشعاع تاني بينعرض على النقطة اللي هنا، المغناطيس هو اللي بيوجه هذا الإشعاع للنقطة اللي موجودة هنا على الشاشة بحيث يتم عرضه عليها. فبالتالي هنا مصدر الضوء واحد فقط، مصدر الضوء واحد فقط، والمغناطيس هو اللي بيوزع هذا الضوء على الشاشة. الاتش بيم يعني كل شعاع من الأشعة اللي هو عبارة عن لون أساسا، هذا البيم touches the dots that the signal tells into to light. يعني هذا الشعاع اللي طالع فقط بيوصل لدوت، بيوصل لنقطة، لبكسل واحد على الشاشة، اللي معلومات الصورة خبرت هذه الشاشة انه انا بدي اعرض هذا البكسل في هذه النقطة من الشاشة، تمام؟ فهذا البيم او هذا الشعاع اللي هو بيحمل لون فقط بيوصل لدوت واحد من الدوتس اللي موجودة على الشاشة على اساس انه يضويها. All the glowing dots together makes the picture that you see. الآن هذا إشعاع وفي زيه كمان ملايين الإشعاعات، كل شعاع منهم أو كل إشعاع منهم بيلمس جزء من هذه الشاشة وبيضويها، فبالتالي كل هذه الإضاءات مع بعض على سطح الشاشة الأمامية بيكون لي الصورة اللي أنا بأشوفها. The human eye blends the dots to see all the different colors. وإحنا هذه الشغلة أيضا اتفقنا من البداية إنه عين الإنسان ترى الكل ولا ترى التفاصيل، طبعا من بعيد او في الاشياء الصغيره هذا الكلام. بالتالي الدوتس هي عباره عن نقاط صغيره جدا، فبالتالي عين الانسان ما راح تشوف نقاط، راح تدمج هذه النقاط وتدركها وكانها صوره واحده بالرغم من انها هي مكونه من نقاط كتير. A shadow mask blocks the path of the beam into in a way that lets each beam only light its assigned color dot. طبعا هنا بحكي لانه في عندي انا زي نحكي شبكه او شادو ماسك، ماسك يعني شبكه مثقبه بالشكل هذا، بتوصل في الطريق، بتوصل هنا بتكون موجوده الاشعاع هذا اللون هذا بس بتخليه يضوي على الدوت. ليش؟ لانه ممكن تكون الاضاءه جايه لبرا اكثر، يعني مش جاي بالضبط دائريه الاضاءه، هذا اللي بيكون موجود خلف الشاشه من هنا فقط بفلترها، بخلي انه المناطق هذه اللي برا بسموها الشادو، بيوقفها وبس بيظهر لي دائره او مربع على قد الجزء اللي بده ينعرض على الشاشه، وباقي الاضاءه هذه النتفه وهذه النتفه كلها بيروح بيعملها بلوك، تمام؟ بيوقفها. فبالتالي هنا مصدر الاضاءه واحد، مصدر الاضاءه في الشاشه السي ار تي هو واحد، بيوجه إضاءاته للعرض على الشاشة من الخلف من خلال الماسك. طيب الآن هذه الصورة، تمام، إلها أكثر من طريقة للعرض، وفي عندنا أكثر من مصطلح لعرض الصورة خصوصا الفيديو على الشاشات. بداية الصورة بتنعرض على شكل لاينز، يعني خط من البكسلات، يعني المعلومة بتوصل للشاشة على شكل خطوط من البكسلات، هذه اللاينز. لما نيجي نحكي انه الفيديو اللي عندنا 1920 في 1080، 1920 في 1080 معناها هذا الفيديو بيعرض 1080 خط افقي من البكسلات عشان ينعرض على الشاشة في كل صورة. طبعا هذا الفيديو بيعرض لي عندي 1080 هذا الارتفاع، 1080 خط، كل خط فيه 1920 بكسل، تمام. فاحنا بنيجي بنحكي عن الهوريزونتال لاينز، هوريزونتال لاينز الخطوط الافقيه اللي مكونه للصوره اللي هي عباره عن مصفوفه من البكسلات، هي اللي بيتم عرضها على الشاشه. هذه الهوريزونتال لاينز لها شغله
أو مصطلح متعلق فيها اسمه الريفرش ريت. ريفرش ريت زي ما حكينا قبل هيك بالنسبة للفيديو، الفيديو بتم تسجيله على نفترض 30 فريم بير سكند. أيضا لما يتم عرضه بده يتم عرض ال 30 فريم هدول مرة واحدة، أو بده يتم عرضهم بالتجزئة. هنا بنواجه شغلة مباشرة في الشاشات، هذه يعني هذا المصطلح مرتبط أو متعلق بالشاشة اسمه ريفرش ريت. ريفرش ريت is typically measured in frequency. يعني أول شغلة أو أول معلومة نحكي عن الريفرش ريت إنه يقاس بالهيرتز. Refresh rate is the number of times your monitor updates with a new image each second. يعني بشكل بسيط جدا الشاشة كم صورة بتقدر تعرض في الثانية الواحدة. احنا في الأول في التسجيل قلنا الكاميرا كم صورة بتقدر تسجل في الثانية الواحدة، لكن في العرض كم شاشة أو كم لقطة أو كم صورة بتقدر الشاشة تعرض في الثانية الواحدة. الآن أنا سجلت ب 30 فريم والشاشة بتعرض 30 فريم في الثانية، معناتها أنا أخذت الجودة الكاملة. لكن لو سجلت ب 60 فريم والشاشة بتعرض 30 فريم، معناته أنا راح ألاحظ إنه في خلل في الفيديو، هو بيعرض للنص، بتصير الشاشة هذه تعرض للنص. فالريفرش ريت تبعها يعني الصورة قديش بتحدث حالها، يعني الصورة قديش أو أكم مرة هذا الإشعاع اللي ودته وعرضته على الشاشة بتروح بتطفيه وبتجيب بداله، بتطفيه وبتجيب بداله، تمام؟ طبعا كل ما تطفي هذه كمية الإشعاع هذا وتجيب بدالها معناها صورة جديدة، معناتها حدثت نفسها الشاشة مرة. فكم مرة بتحدث نفسها وبتعرض لصورة جديدة في الثانية الواحدة هذه الشاشة، هذا بنسميه الريفرش ريت أو معدل التحديث، قديش بتحدث حالها، كم صورة بتقدر تعرض لي في الثانية الواحدة. وبالطبع كل ما زاد عدد الصور المعروضة في الثانية الواحدة على الشاشة، معناتها زادت نعومة الحركة إذا كان فيديو. لكن إذا أنا مصور على 30 مثلا ورحت على شاشة بتعرض لي 15، معناها حيظهر عندي من كل فريمين فريم. يعني أنا مصور الثانية الواحدة على 30 فريم، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع بالشكل هذا، لما تيجي تعرض الشاشة حيصلها 30 فريم بير سكند، بس هي ما بتقدر تعرض إلا 15. حيصلها 30 لكن ما راح تعرض لي إلا 15 فريم بير سكند. فبالتالي إيش راح تعمل الشاشة؟ هتاخد الأول وتترك الثاني، وتاخد الثالث وتترك الرابع، وتاخد الخامس وتترك السادس. بالتالي هنا حتصير الحركة وكأنه فيها تقطيع، وكأنه أنا مصور على 15 فريم مش على 30 فريم. فهنا إذا أنا زودت الريفرش ريت وصلت بالضبط اللي هو الـ FPS أو الفريمز اللي تصورت، يعني أنا سجلت على 30 وعرضت على 30، معناها أنا أخذت الجودة الكاملة. سجلت على 60 وعرضت على 30، معناته أنا نص الصور اللي أنا سجلتهم ما راح ينعرضوا، بالتالي حتقل الجودة والحركة حيصير فيها بلور، حيصير فيها تمويه، أو حيصير فيها نحكي زي هيك ضبابية في الحركة، تمام؟ طيب الآن بحكي لي for example a 60 Hz refresh rate means the display updates 60 times per second. يعني الشاشة إذا أنا قلت له الريفرش ريت تبعها 60 هرتز، معناها الشاشة بتقدر تعرض لي أو تحدث حالها 60 مرة في الثانية، معناتها بتعرض لي 60 صورة في الثانية. A higher refresh rate results in a smoother picture. يعني كل ما زودنا الريفرش ريت معناها الصورة راح تنعرض بشكل أنعم، smoother picture. هذا بخصوص اللي هي الشاشات CRT. طبعا بعدها بفترة تم استحداث أو تم تطوير الشاشات اللي بنسميها LCD، ومنها أيضا تسارعت وشاشات الليد وشاشات البلازما بشكل كبير جدا. لكن عموما احنا عادة في الفترة هذه بنفضل انه شاشات LCD عن شاشات CRT،
بعض الأمور التقنية الخارجية الفيزيائية اللي احنا بننظر إلها، اللي هو استهلاك الكهرباء مثلا، شاشة الـ LCD أقل استهلاكا للطاقة، وزنها أخف مقارنة بالـ CRT، حجمها أصغر مقارنة بالـ CRT، أريح للعين أيضا مقارنة بالـ CRT، لأن العين الـ CRT بتعطيني كمية إشعاع ضخمة جدا، هذه كمية الإشعاع كلها بتوصل للعين. لكن الـ LCD فيها اختلافات، حتى اختلاف في طريقة عرض الفيديو، لكن في النهاية كل بيكسل بده يتم عرضه، كل بيكسل يجب أن يتم عرضه على الشاشة، سواء كانت الشاشة LCD أو كانت الشاشة CRT. بالتالي الـ Flat Screen Displays are all digital using either LCD or Plasma، يعني شاشات الفلات أو الشاشات المسطحة اللي إحنا الآن بنستخدمها في اللابتوبات وفي الجوالات والشاشات السمارت اللي بتكون موجودة في البيت، هذه بنسميها فلات، هذه بتعرض إما بالـ LCD تقنية الـ LCD أو تقنية البلازما، يعني بده يكون فيها موجود الليكويد كريستال. طبعا الليكويد كريستال هذا عبارة عن سائل بلوري، سائل في داخله بلورات، تقريبا هذه البلورات صلبة، فهو جامع بين السائل وجامع بين يعني الأشياء الصلبة. والبلازما له خصائص، يعني بعض اختلافات عن الليكويد كريستال، لكن طريقة العمل واحدة. LCD panel is based on a light value for each pixel that turns the light on or off or intermediate level. هو بشكل بسيط جدا قال انه في ال LCD كل بيكسل راح توصله إضاءة، كل بيكسل من هاي البكسلات اللي على الشاشة راح توصله إضاءة، إما راح يكون مضوي أو حيكون مطفي أو حيكون في له قيمة intermediate، قيمة بين المضوي والمطفي. طبعا هذه القيمة هي عبارة عن اللون، اللي بين القيمة الانترميديات هي بتعطيني درجة اللون. Applying voltage to the electrodes changes the level of illumination in each subpixel. يعني حسب اختلاف الجهد المطبق على الالكترودز او على مصادر الضوء هذه بيعطيني الوان في كل سب بيكسل، في كل بيكسل صغير موجود على الشاشة. بدنا نفهم الموضوع اكثر او بشكل اكثر، ايش دور ال LCD في الموضوع، او ايش دور الليكويد او ال LCD اللي هو الليكويد كريستال في الموضوع. الان هنا في عندي شاشة استقطاب، طبعا هذه شاشة استقطاب كانت مستبدلة في CRT بمغناطيس يعمل على استقطاب الضوء، لكن هنا ما في مغناطيس، في عندنا فيلم او في عندنا شاشة. هذه الشاشة تمام بتمرر الضوء، لحظة استقطابها ايش؟ استقطابها هذه عمودي، يعني الضوء اللي بوصلها عمودي، هي هذا الضوء عمودي لعندي، هي عمودي واصل تمام. هذا الضوء تم تمريره من خلالها. اما لما نيجي لهنا الضوء هذا افقي تمام، وتم عمل تويستنج له او جد له او فت له، فما راح يمر من هذه الشاشه. ليش؟ لانه هذا الضوء عمودي تمام، وهذه الشاشه افقيه، فما راح يمر من خلاله. نشوف هذا الفيديو بس عشان نفهم النقطه البسيطه اللي هنا. لو طلعنا هنا في عندي زي اللي هو زنبرك، هذا الزنبرك بيتم تحريكه بشكل او باتجاه واحد، باتجاه واحد ما في مشكلة، هيو بيمشي تمام. الآن لو جبنا المستقطب، مستقطب الضوء هذا نفس اللي بيكون موجود في الشاشة هيك، هذا المستقطب حطه الآن وحرك أيضا الزنبرك في اتجاه أفقي، حيضل يتحرك، لكن لو حركه باتجاه عمودي الزنبرك الآن راح يتوقف، فهذا هو المستقطب تمام. فإذا كان الاتجاه الإضاءة بالشكل هذا، بالشكل هذا افقي، راح يمر، او حركتها افقيه راح تمر من خلال المستقطب، اما لو حركه عموديه ما راح تمر من خلال المستقطب تمام. طيب هيو هنا الشاشه اللي فعليا اللي بتكون موجوده في الشاشه، المستقطبات اللي في الشاشه، هي هذا المستقطب، هذا راسي تمام بالشكل هذا عمودي، مستقطب ثاني افقي. الان لو حطهم مع بعض حيطفي، حيبين لي شاشه سوداء تمام، وهذا فعليا احنا اللي بنشوفه لما نطفي شاشات ال LCD اللي موجوده عندنا. طيب لو حطهم بنفس الاتجاه حيمر الضوء من خلالهم، فبالتالي راح الاحظ انهم ما زالوا شفافين، لانه هذا المستقطب راسي وهذا مستقطب راسي بالشكل هذا. طيب نرجع الان ونشوف ايش علاقه هذا الكلام بالشاشه، وليش بتم تنفيذه او عمله في الشاشه.
احكي لي انه انا بالنسبه لي الاضاءه وصلت للبكسل، تمام، رح نشوف من وين وصلته. وصلت الاضاءه للبكسل، هذه الاضاءه بتمر هيها من المستقطب الاول، وبعدين بالسائل الكريستالي عشانه تويستد بيخليها ما تمر من المستقطب الثاني. طيب الان في اضاءه، لو ما في مستقطب اول وثاني معناته الاضاءه حتوصل البكسل. طيب انا بالاول حطيت مستقطب خليته يمرر الاضاءه، بعدين حطيت مستقطب خليته يطفي الاضاءه. طيب انا ايش الهدف؟ انه انا وصلت اضاءه خليته يمررها بعدين خليته يطفيها. طب انا في النهايه انا بدي اضوي البكسل، مش بدي اطفيه، لكن انا بدي اضويه بقيمه محدده. هالوقت عشان احنا نشوف او نعرف ايش اللي بيصير بشكل بسيط جدا، هذا السائل الكريستالي اللي بيصير فيه انه لما نطبق عليه جهد بتتغير قطبيته، لما نطبق عليه جهد بتتغير قطبيته، يعني ممكن يكون هيك بعدين يصير عدل، يصير عدل يمرر لي الضوء الافقي بالشكل هذا. طيب ايش اللي بستفيده الان؟ لو كان هنا زي ما شفنا في المثال هذا اللي موجود، انه القطبيه هذه عموديه مرت الضوء، هذه افقيه ما راح تمرر الضوء، فبالتالي البكسل مطفي. طيب لو كانت هذه زي ما شفناها عموديه، وبعدين السائل خلينا استقطابه افقي وخلى الضوء يمر من خلال هذه الافقيه، يعني كان عدل، كان افقي وبعدين صار عمودي، او كان عمودي وصار افقي ومرر الضوء، هنا حيعطيني بكسل مضوي. البكسل المطفي هذا لون اسود، والبكسل المضوي هذا لون ابيض، تمام. لكن لو انا طبقت على الكريستال هذا، هو بحكي لي البولاريزيشن او موضوع الكريستال، لما انا اطبق عليه جهد او اطبق عليه فولت، هنا هذا الكريستال بيعطيني قيم مختلفه. هذا الكريستال لما اطبق عليه جهد مش بقيمه كامله، تمام، بقيمه اقل شويه، معناته حيجدل حاله شيء بسيط، مش حيجدل حاله على الاخر، حيمرر جزء من الضوء، الجزء من الضوء هذا عباره عن لون، تمام. يعني لما يلف له لفه صغيره هيك ويمرر، مش كل الضوء حيمر، مش كل الابيض حيمر، لا حيمر ضوء اقل شويه من الابيض، تمام، او حيمر الكترودات من الضوء مش كامله. فهذه الجدله الصغيره اللي مررت لي جزء من الضوء معناته مررت لي لون بشكل بسيط جدا. الشاشه اللي موجوده عندنا، طبعا مثلا شاشه الجوال فيها مصدر اضاءه وحيد تحت في الاسفل، مصدر الاضاءه هذا بيضوي على كل الشاشه، تمام، بيضوي كل الشاشه تحت مش ورا زي شاشه السي ار تي. وفي مشتتات للضوء بتكون موجوده على الشاشه، تمام، اللي بتوزع بتخلي الشاشه كلها مضاءه بنفس اللون الابيض. وعلى كل بكسل بيكون موجود اللي هو القطبيه هذه الاستقطاب، انه تمام هذا البكسل بدي اضويه بلون مختلف عن البكسل اللي جنبه. وكل مجموعه من المستقطبات الرأسية والأفقية والسائل بيكون خلفها موجود دائرة كهربية، الدائرة الكهربية هذه هي اللي بتعمل أو بتطبق الجهد على السائل الكريستالي بحيث تجدله بالمقدار اللون اللي واصله عشان يعرضه. الآن لو كانت الشاشة عندي 1920 في 1080 مثلا، معناها في عندي تقريبا 2 مليون، يعني لو ضربت 1920 في 1080 هيكون في عندي 2 مليون تقريبا مصدر، او 2 مليون نحكي دائرة كهربية. خلينا بس نضرب الرقم 1080 في 1920، 2 مليون و73,600 إضاءة. طبعا هي مش إضاءة، هي دائرة، 2 مليون دائرة كهربية بتوصل جهد، بتطبق جهد على السائل الكريستالي على اساس انه يمرر جزء او كميه محدده من الضوء تعرض لهذا اللون على الشاشه، تمام. هذا بالنسبه للعرض، يعني اذا كان مرر الضوء بشكل كامل معناته حيعرض لون ابيض، اذا حجب الضوء بشكل كامل حيعرض لون اسود، لكن اذا مرر لي ضوء بين الاسود والابيض بيبدا يعرض لي اللي هو الالوان، تمام، او شده الالوان اللي موجوده عندنا. طب والار جي بي ايش وضعه؟ طبعا هذا في كل بكسل في ثلاثه زي هذا كمان، يعني مش كمان 2 مليون، نضرب ال 2 مليون في ثلاثه، واحد للار، واحد للجي، واحد للبي، بالتالي بيكون في عندنا 6 مليون دائره كهربيه موجوده في هذه الشاشه اللي
1920 في 1080 عشان تعرض لي هذا الضوء. في طبعا بالنسبة لمصدر الضوء هذا هو اللي بيختلف، كان في الأول إضاءات فلوريسنت زي النيون هيك، تمام، بعدين تم استبدالها بإضاءات ليد، بعدين تم استبدالها بإضاءات أو في الشاشات اللي الآن بيسموها أوليد، تمام، في شاشات برضو بدل الليد استبدلوها، لها اسم تاني. فبالتالي حسب اختلاف هنا الإضاءة هذه راحوا غيروا اسم الشاشة، لكن هو بالآخر الليد هي مش بديل ال سي دي، هي السائل المستخدم ال سي دي ليكويد كريستال ديسبلاي، لكن ليد ال سي دي بنسميها، انه مصدر الاضاءه ليد، اللي قبله كان فلوريسنت ال سي دي، فهو مستخدم اضاءه الفلوريسنت مع المستقطب الليكويد كريستال بالشكل هذا، تمام. بعدها طبعا تم استحداث شاشات الاوليد. الاوليد شاشه الاوليد بتتميز انه ما فيش مصدر اضاءه واحد برضه، لا، في عندنا هنا ورا كل بكسل مصدر اضاءه، ورا كل بكسل مصدر اضاءه ليد لحاله، تمام. فبدل ما نحكي انه في عندي 2 مليون او 6 مليون دائره كهربيه عشان تعمل استقطاب للبلازما، صار 6 مليون دائره كهربيه عشان تعمل اضاءه لهذا البكسل، لكن هذه بتعطيني تباين لون افضل. دائما شاشات الاوليد اغلى بشكل كبير جدا، تقنيه عاليه، بتعطيني فرق في الالوان كبير بشكل بسيط جدا. الشاشه ال سي دي لو انا طفيها هتعطيني لون اسود، لكن لو انا ضويتها ورحت بالشكل هذا، خلينا نعرض شغله، انا ضويها كمان مره، انا طفيها اعطتني لون اسود الشاشه، لكن لو انا ضويها وحاطط عليها هيك لون اسود بالطريقة هذه. الآن أنا بتطلع على الأسود، على الأسود اللي أنا شايفه الآن هو مش أسود، هو الآن عبارة عن لون رمادي، يعني في إضاءة واصلة لكن بكمية قليلة جدا. فهذه بتختلف عن الشاشة لما تكون مطفية، هذه في شاشة مين؟ هذه في شاشات ال LCD. أما في شاشات الأوليد، شاشات الأوليد لما إحنا نعرض لون أسود بيعرض لي أسود قاتم معتم، ما بيوصل إضاءة. ليش؟ لأنه هذه الشاشة زي ما حكينا كل بكسل وراء مصدر إضاءة، فبروح بطفي مصدر الإضاءة هذا وبطفي مصدر الإضاءة هذا وبطفي مصدر الإضاءة هذا، مش إنه في واصله إضاءة لكن خافتة عشان يعطيني لون أسود، واضح؟ بالتالي الاستقطاب الضوء هذا اللي موجود فيه ضوء واصل للبكسل، لكن إما بده يمرره بشكل كامل بيعطيني لون أبيض، أو بده يمنعه بشكل كامل بيعطيني لون أسود، أو بده يمرر جزء منه عشان يعطيني لون بين الأسود والأبيض. تمام، بين الاسود والابيض معناها لون من الالوان الار جي بي اللي موجوده عندنا. هذا بشكل كامل. طبعا هذه الطبقات يعني اللي من خلالها بتم تمرير الضوء، زي ما احنا حكينا هاي الاضاءه الخلفيه موجوده، وهي المرشحات او الفلاتر او المستقطبات، وهي عندنا السائل الكريستالي اللي بيكون موجود في الوسط او بين هذه الطبقات، اللي هو بيعمل على استقطاب الضوء وبيعمل على يعني تمرير الضوء للشاشة بالمقدار اللي احنا بدنا اياه عشان يعرض لي الإضاءة. طبعا ليش ال LCD؟ قلنا في البداية حجمها أصغر واستهلاكها للطاقة أقل ووزنها أخف، وفعلياً فيش فيها مجالات كهرومغناطيسية ودورة حياتها أو مدة حياتها أطول. الآن في فيديوهين برضو حترك لكم إياهم في وصف الفيديو في الأسفل، ضروري جداً تشوفوهم عشان نفهم موضوع الـ LCD والـ CRT بشكل أوسع بالأمثلة العملية. يعطيكم العافية.